لسه مستمرين معاكم في جولتنا من المتحف المصري الكبير، وتحديدا من معامل الترميم اللي بتعد واحدة من أهم وأكبر معامل الترميم في العالم. وعندنا هنا متخصصين، هم من أفضل متخصصي الترميم في كل متاحف الدنيا، خاصة أنه كتير منهم أشرف تقريبا على ما يقرب من 57 ألف قطعة أثرية تم ترميمها عشان تكون محطوطة في المتحف المصري الكبير وجاهزة للعرض. وكمان احنا في معمل الترميم كان من أوائل خلينا نقول الأجزاء في المتحف المصري الكبير أو أهم القطاعات اللي بدأت العمل بالفعل يمكن من سنوات طويلة، وهي اللي بدأت كمان التحضير الحقيقي لافتتاح المتحف المصري الكبير من خلال ترميمهم لعدد كبير من الآثار المهمة، منها مثلا ما يتعلق بمجموعة توت عنخ آمون اللي هتم عرضها بشكل كامل. وكمان لسه في كتير من القطع الأثرية المهمة جدا اللي بيتلقوها من كل أنحاء الجمهورية وبيشتغلوا عليها حاليا، سواء لعملية الافتتاح أو حتى لخدمة بقية كمان أنحاء الجمهورية. عشان كده اسمحوا لنا واحنا النهاردة موجودين في معمل الحجارة، وده واحد من المعامل ضمن معامل كتيرة جدا موجودة في مركز الترميم المصمم على أحدث مستوى عالمي، واحد من أكبرهم على الإطلاق. وبيساعدنا كمان يكون معنا الدكتورة أميرة عبد الحكيم نائب رئيس معمل الأحجار والجداريات في المتحف المصري الكبير. صح كده؟ أهلا بحضرتك، نورتينا فندم، صباح الخير. يعني احنا النهارده موجودين في معمل الحجاره، لو تديها بس فكره اول عن معمل الحجاره والجداريات ده بتشتغلوا فيه على ايه؟ تمام، هو معمل الاحجار والنقوش الجداريه يعتبر تاني اكبر معمل من حيث المساحه. معظم الاثار المصريه بيبقى غالبا معظمها احجار، الاحجار طبعا بتبقى متدرجه باختلاف انواعها، سواء حجر جيري او حجر رملي او احجار ناريه زي الجرانيت والبازلت والاباستر، في انواع كتيره متعدده. كان بارع جدا في الاحجار طبعا، كلها يعني. واستخدم كل نوع في الغرض المخصص ليه، يعني في حاجات بتبقى جنازية وفي حاجات ممكن تكون استخدامات يومية، فكل حاجة طوعها بناء على الغرض اللي ممكن تستخدم منه. فالمعمل عندنا بيبقى موجود فيه أثار دايما كتير، مفروض اللي احنا بنبتدي الأول حاليا في الفترة دي عشان الافتتاح بنبتدي بالأثار اللي هي في سيناريو العرض، بنبتدي اللي احنا نخلصها، وبعد كده هنبتدي في الأثار المخزنة، لأن احنا مفروض السيستم بتاع العرض اللي هيبقى موجود في المتحف هيتعرض مجاميع، وبعد كده بعد فترة ممكن تتغير ويتحط أثار تانية من المخازن، بحيث اللي كله يبقى يعني معروض، وأي زائر يجي يبقى دايما مستمتع بالتجربة، واللي هو يلاقي حاجة جديدة دايما موجودة. يعني نفهم كمان أنه هيبقى فيه كتير من الأثار اللي بتأتي إلى متحف مصر الكبير من كل أنحاء الجمهورية دايماً. ممكن يتم عرضها بشكل مؤقت، مؤقت كأنها معارض داخلية، معارض داخلية هائل جدا. ده شيء جميل جدا، لأن أنا شايف كمان أنتوا بتشتغلوا على مجموعات في منتهى الأهمية، ويمكن احنا هنا واقفين ضمن مجموعات حتشبسوت العظيمه. تمام. صح، حضراتكم هنا شغالين على ايه؟ المجموعه ديت مميزه جدا لان هي تخص الملكه حتشبسوت، وطبعا كانت هي معروفه جدا بالرحلات التجاريه بتاعتها. المراكب اهي، هنا مركب هنا برضو. تمام، وفي اجزاء دينيه برضو، وفي يعني مناظر للحياه اليوميه اللي موجوده طبعًا. كانت في الدوله القديمه، هي المفروض اللي حتشبسوت من الدوله الحديثه. أيوه. ملكه من الدوله الحديثه، المفروض اللي هو كده الفراعنه برضو مش مقتصرين على الاجزاء الدينيه بس، هم يعني بيدعموا دوت بالحياه اليوميه، اللي هم مش بس بيعملوا فتوحات وبيزودوا الرقعه بتاعت مصر، لا هم برضو مهتمين بالحياه اليوميه وبالتجاره. فالقطع ديت مشروع كان جاي من بتصور كمان كتير من ملامح الحياة. يعني هو برضو كل المناظر اللي موجودة على نقوش الجداريات اللي موجودة في المقابر أو في المعابد، مفروض اللي هي بتشرح أسلوب الحياة اللي كان موجود عند المصري القديم، وهو قد إيه كان متقدم وكان مهتم بحياته زي ما مهتم بالدين وبالفتوحات. هايل جدا، بس أنا شايف بعض القطع يعني حالتها هي صعبة، حالتها صعبة يعني ما شاء الله عليكم بذلتوا مجهود يعني خطير جدا غير مسبوق. يعني احكي لنا ده ظهر واحده من دول، صح؟ هي دي قطعه على ظهرها. هو المشروع المفروض اللي هو كان يخص الملكه حتشبسوت، وكان موجود في المتحف المصري، وكان متعلق على جزء من جدار، ده مثلا جزء من الاستكمال القديم اللي كان موجود. فطبعا في الوقت دوت كان المفروض اللي هم بيحاولوا يستخدموا الحاجه المتاحه، بحيث اللي هم يحافظوا على القطعه لحد ما توصل لتجربه تانية، واللي احنا نقدر اللي احنا نحسن من المستوى بتاع الترميم. فالمفروض ان القطعه دي دخلنا من حوالي اسبوع، فاحنا
احنا لسه في مرحله التوثيق العلمي بتاعها، فاحنا بنصورها الاول تصوير فوتوغرافي. ايه مرحله التوثيق دي؟ احكي لنا بقى. التوثيق مهم جدا. عالم مرممي الاثار ده عالم ممتع وشيق، ولازم نفهم برضو الناس انه ممكن قطع تاخد شغل سنين. طبعا هو التوثيق مفروض اللي هو مهم جدا، لان هو بيشمل مراحل كتيرة. التوثيق بيبقى ممتد من اول ما بنستلم الاثر لحد ما بنسلمه، وهو بيبقى زي ما هو دليل ليك اللي هو لشغلك، والدليل ادانة برضو لو حصل اي حاجة. فهو طبعا بيبقى مفروض، لان كمان لو حالته الاثرية اللي حالته بالظبط والوضع بتاعه بقى دلوقتي عامل ازاي، بحيث اللي لو اي دارس حب اللي هو يمسك المجموعة ديت او قطعة منها يقدر اللي هو يلاقي كل الداتا، التطور بتاعها في الترميم ككل وكمان في الاثر. فاحنا بنحاول ان احنا نتعاون مع الجزء بتاع الداتابيز بحيث ان يبقى كل حاجه موجوده عن القطع سواء اثريا او ترميميا، عشان الدارسين كمان واللي هو يبقى ممكن ناس من بره يجوا يدرسوا. بعد ما انتوا بتخلصوا الترميم بقى الناس الدارسين بييجوا يبداوا يشتغلوا بقى على النقوش دي. ممكن يدرسها كجانب اثري فقط، وممكن يدرسها كجانب ترميمي احنا اتعمل فيها ايه بالظبط. تمام. او المواد الجديده اللي احنا استخدمناها، لان احنا معظمنا دارسين دراسات عليا، فاحنا عاملين جزء للشغل العملي. فاحنا قبل ما بنطبق على اي اثر اي ماده بنبتدي ان احنا نجربها على ريبليكا بره، بحيث ان احنا نتاكد بالزبط. مليون في الميه الماده دي امنه واللي هي مش هيحصل لها تلف مع المستقبل مع او مع التقادم، ونبتدي ان احنا نطبقها. هايل جدا. طب انا شايف كمان مجموعه هنا. دي بقيه المجموعه. ممكن تشرحي لنا هناك؟ اتفضلي معانا. اتفضلي معانا. يعني هنا طبعا المميز احنا شايفين جسم تمثال ايضا. صح. تقولي لنا برضو التمثال ده لمين؟ هو التمثال دوت مش تبع المجموعه خالص. التمثال دوت من البازلت. هو مفروض اللي هو حجر ناري، فمفروض اللي هو قدره مقاومته صعب جدا، واساسا ما كانش عندهم الاجهزه او القواطع اللي تقدر اللي هي تنحت الموضوع دوت. بالظبط. فاحنا حتى اي حد بيقف قدام الحاجات دي بيبقى طبعا التفاصيل بتاعه الشال وتفاصيل الايد واللي هم عندهم سيمتريه. يعني دايما المصري القديم معروف ان الجزء الشمال بيبقى زي الجزء اليمين بالظبط، ما فيش اختلاف تماما. فدي طبعا يعتبر إعجاز يعني، فأي حد بيجي يتفرج على القطع دي بيبقى مبهور بالشغل ده. الشغل على الأحجار فيه نوع حجر معين بيبقى الترميم فيه صعب؟ مش يعني صعب. هم اشتغلوا على الألباستر والجرانيت والديورينيت حتى اللي هو الصعب الديورفيت ده بيصعب الجرانودايرايت يعني في صعب بتبقى بالنسبه لكم مهمه صعبه لو مثلا نوع معين من الاحجار؟ لا، هو كل قطعه حاله مستقله بذاتها. حسب حالتها يعني، ممكن يكون في قطعه حجر جيري مع ان الحجر الجيري معروف اللي هو اضعف في ده حجر جيري. فمفروض اللي هو بيبقى عرضه اكتر للتلف عن الاحجار الناريه. بس ممكن يبقى في قطعه ناريه مثلا مدفونه في تربه طينيه او تربه رمليه وتحط عليها رطوبه عاليه وضغط حراري عالي، فابتدت اللي هي تتاثر اكتر من الحجر الجيري. فمش شرط للقطعة عشان مثلا نوع حجر صلد تبقى أقوى في التعامل، لا، هي كل قطعة بحالتها. فعشان كده مهم قوي التوثيق، ومهم اللي احنا نعمل فحوص وتحاليل بحيث اللي احنا نقدر نشوف حالة القطعة عاملة ازاي، ونبتدي اللي احنا نتعامل معها من منظور اللي احنا نقدر نقويها ونخليها أمنة للأجيال اللي بعد كده أو للعرض المتحفي. أسألك سؤال، دي اكتر قطعه فاكراها وحبيت الشغل فيها وفخوره ان هي تتعرض في العرض الرئيسي في المتحف المصري الكبير؟ طبعا انتوا اشتغلتوا على قطع كتير، بس هو دايما بيبقى الحاجات اللي بيبقى عليها زوم القطع الملكيه. باعتبار اللي انا ممكن اكون واخده فرصه غيري ما خدهاش في موقع مثلا يعني. احنا يعتبر محظوظين بالمجموعه بتاعه توت، لان احنا لينا قاعه كامله من مجموعه توت هتتعرض كامله. احنا عندنا طبعا لاول مره طبعا دي اول مره تحصل في كبير هيتم عرض مجموعة تور أنخ كاملة. فطبعا احنا تلاقيت وقت هوارد كارت بالظبط. فاحنا كلنا شرف اشتغلنا في المجموعة دي كلنا الحمد لله يعني.